مساء الخير مشاهدينا الكرام في الحلقة الثانية من برنامج جلسة رمضانية. ضيفي يمارس رواية الحرف الأصيل، يعانق القصيدة صعودا إلى متاهات الأنفاس وبداهات الأشياء. في عام 1964 رأى النور بمدينة وجدة، بها تابع دراسته وفيها نظم أولى قصائده وهو تلميذ حينها بمدرسة عمر بن عبد العزيز، أول ثانوية بالمغرب. ومن لا يعرفها؟ التاريخ وجمالية المعمار وخيرة الأساتذة. هناك تعلم وتتلمذ وفيها تأمل وأبدع. ضيفي لهذه الأمسية كتب الشعر العمودي وهو في سن 16، الزبير الخياط، كان ولا زال في نضاله الشعري كما الجمعوي، يعمل بجد ومكابدة وشموخ القصيدة مع رفاق الدرب من صناع القصيدة. ضيفي وضيفكم في هذه الأمسية الرمضانية إنه الأستاذ والشاعر الزبير الخياط. في هذا الشهر الفضيل أتذكر والدتي رحمها الله وأعيد قراءة قصيدة كتبتها منذ 20 سنة، وهي سنوات وفاتها. قصيدة الوعد تأبين للأم، قلت فيها: هل وجدت الذي قد وعدت؟ وجدت فراقك هولا ثقيلا، كأنك سبحان من قدر الوعد عجلت شيئا قليلا، وأنك سبحان من قدر الوعد أزمعت قبل الرحيل الرحيلا. هل وجدت الذي قد وعدت؟ وجدت الزمان انكسر، وجدت الذي ضاع مني بحجم العمر، ووجدت الكلام انقضى حين ألقمني الموت صمت الحجر. قسما بالذي كنت مسحت كعبته وضربت له كبد الراقصات على الجو حتى منى، قسما بالجناح الذي ذل لي وانخفض، والفؤاد الذي عاش لي ما نبض، ما كتمت الجوى حقه إنما خنس الدمع والقافية عندما ضمك القبر يا غالية. شكرا على حسن الضيافة وشكرا على الاستقبال ديالك في المنزل ديالك. العفو العفو، مرحبا بكم، مرحبا بموقع زيو سيتي، طاقم الفني السي فريد وجميع الصاهر على الموقع. شكرا لك. استاذ، كنا كنعرفوا شكون هو الاستاذ الزبير الخياط، لكن اذا كان ممكن انك تعرف الجمهور على الزبير الخياط، على حياته الشخصيه اكثر فاكثر. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا هنيئا لنا برمضان مبارك، هنئا لنا بنفحات الصوفية، هنئا للأمة الإسلامية، وهنئا للإنسانية جمعاء، باعتبار أن الدين الإسلامي وعباداته وعملاته تم الإنسان ككل. سعيد بهذه الدردشة الشيقة مع السي فريد والطاقم الفني، وسعيد بأن أكون ضيفا على موقعين في حجم زيو سيتي ما زال يقدم خدمات إعلامية للمدينة. الزبير الخياط من مواليد مدينة وجدة في 22 يوليو 1964 بالمدينة القديمة. درست في أعرق مدرسة ابتدائية
كتأسست 1907 والمدرسة اللي درس فيها رئيس الجزائر بوتفليقة وحمد عثمان المغربي وشخصيات كثيرة من وجدة هي مدرسة زياد، ما زالت المدرسة قائمة اليوم الآن. كذلك درست مرحلة ثانوية 7 سنوات بأعرق ثانوية في المغرب اللي هي ثانوية عمر بن عبد العزيز، تأسست 1915 ونلت منها شهادة البكالوريا ودرست بها الإعدادي والثانوي، ثم التحقت بجامعة محمد الأول بوجدة طبعا، وبعد ذلك بالمركز التربوي الجهوي بوجدة، والتحقت أستاذ للتعليم الإعدادي بمدينة ميضار في الريف شهادة 4 سنوات، ثم التحقت بالمدرسة العليا للأساتذة في مرتب تطوان 2 سنين الدراسة والتكوين، ومن المدرسة العليا للأساتذة بمرتب تطوان التحقت بزيو 1993 إلى حين تقاعدي النسبي، متزوج منذ 30 سنة، زوجتي السيدة عرقوب ليلى هي صاحبة روض السنة بمدينة زيو، ولي ابنان يعني هند خياط وهي أستاذة للتعليم الثانوي بمادة الرياضيات بثانوية حساب نتابة التأهيلية، ومحمد خياط ابني الأصغر يدرس هندسة مدنية في سنة أولى ماستر بجامعة ليل في فرنسا، ومقيم هذه الأيام في عطلة في زيو ما شاء الله. الآن أستاذ متقاعد، اخترت تقاعدا نسبيا، ولي اهتمامات أخرى في المجال الرياضي خصوصا كرة القدم كهواية. الأشياء أنني في شبابي التحقت بفريق الهلال الأحمر المجدي قسم الشرفي، ومارست معه كرة القدم رسميا لمدة 4 سنوات، وكرة القدم أمارسها الآن هواية كما الاهتمامات الثقافية في مجال الإبداع الشعري والنقدي. ما شاء الله أستاذ. الله يحفظك. أستاذي، رمضان بين اليوم والأمس، ماذا تقول عنه؟ بالنسبة لرمضان بين الأمس واليوم كان بسيطا، يعني رمضان خلال بعد الطقوس من خلال الموائد كان عفويا وبسيطا، أصبحت الأشياء متكلفة أحيانا زائدة عن حدها. عشت رمضان صغيرا في مدينة وجدة إلى حدود يعني سنواتي ما بعد 20، وكان رمضان بمصحراتي كما يقولون، الطقوس والأذان والصلاة كانت قصة نعتاده وكان بسيطا في مظاهره. ثم عشت رمضان في مدن صغيرة كميضار في الريف بداية التسعينيات وزيو فيما بعد. رمضان كان هادئا في هذه المدن وكان دون ضجيج وكان يمر هادئا جدا. المدن الصغيرة مثل زيو مثلا أصبحت تنتعش على المستوى التجاري، على مستوى العبادات، مستويات كثيرة، هذا مستوى أن يستمر الليل أطول أكثر مما كان سابقا. هذه التغيرات التي لاحظتها بين رمضان بالأمس ورمضان باليوم، ولكن تلك البساطة والتلقائية بدأت تختفي، والأشياء متصنعة وزائدة عن حدها. الإنفاق عند الأسر أصبح يتزايد، أصبح أحياناً مكلفاً، وأتمنى أن يعود رمضان إلى عفويته وبساطته. أستاذ، كيفاش كتشوف يعني رمضان في مدينة زايد، واحد المدينة اللي صغيرة مقارنة مع باقي المدن المغربية؟ نعم، أولاً بالنسبة لجانب العبادات، يعني أن المساجد يعني متشابهة بين مدينة كبيرة ومدينة صغيرة. الاختلاف في الليل، الليل يستمر أطول في المدن الكبيرة، اعتبارات ديمغرافية واعتبارات ثقافية وحضارية راكمتها المدن عبر سنوات. في مدينة زيو كما قلت لك كان رمضان قصيرا في الليل، ولكن في السنوات الأخيرة أصبح كذلك ليله يمتد، وإن لم يكن امتدادا دائما إيجابيا
امتداد في بعض الملاهي ومقاهي أو غير ذلك، ولكن امتدادات ثقافية وامتدادات روحية هذه أشياء نفتقدها في المدن الصغيرة. المدن الكبرى تستطيع أن تنظم أنشطة ويمكنك أن تجد فيها ملاذات ومجالات كثيرة في الليل، زي يمتد الليل ولكن في إطار مجال ضيق ومجال الملاهي والمقاهي فقط. هذا ما نحطه بعد التراويح طبعا. بعد تقاعد أستاذ، شنو هي الأنشطة اللي كتكون بها خلال هذا الشهر الفاضي؟ رمضان يفتح لك كثير من الصفاء وكثير من الوقت وكثير من الهدوء وكثير من الصحة الجسمية، والصحة الجسمية والصفاء الذهني يعطيك فرصة للتأمل والكتابة. أشتغل حاليا على مجالات إبداعية، فأنا أعد لديوان الشعر الرابع الذي ربما سيصدر من طنجة، عنوانه دانتيل، وترقبه بعد هذا الشهر الفضيل إن شاء الله. كما أعد لكتاب نقدي آخر جديد ربما يصدر في بداية السنة المقبلة، وأنا أجمع المقالات وأنهي بعض الرتوشات وأضيف مقالات أخرى إليه. أجد في رمضان متسع للوقت للتفكير والاشتغال، وهذا جانب إيجابي في شهر رمضان الفضيل. أستاذ، واش ما كتشوفش بعد التقاليد والعادات اللي تغيرت داخل الأسر المغربية، يعني خاصة الأسر الصغيرة؟ نعم، أصبحت الأسر تميل إلى الانطواء على نفسها. الموائد الكبيرة وتواجد الجدات والعمات والخالات والأفراد الكثيرين في المنزل الواحد أصبح نادرا، لا أقول منعدما، أصبح نادرا. ربما الظروف الاقتصادية، ربما التكوين الثقافي يزيد من غربة الإنسان وعزلته. كلما يعني تحضر الإنسان أكثر، كلما خرج كلما مال إلى الانعزال والعزلة، وهذا طبيعة في طبيعة الإنسان، الإنسان وثقافات الاجتماعية تلك التلقائية اللي مرتبطة بالبداوة أصبحت تتقلص في مدن هي في الأصل بادية مثل زيو، ولكن تحمل صفات المدينة، وهذا شيء طبيعي. يعني حتى الغزو التكنولوجيا، موقع التواصل، يعني أثرت شوية في التغيير. طبعا هذا خلق غربة داخل الأسرة الصغيرة. صحيح، أصبحنا نعيش جزر متفرقة. صحيح، يعني الأسرة لم تعد تلك الأرض المجموعة، أصبحت أرخبيلا متقطعا لكل عالمه. هذه مشكلة أتمنى أن تجد الإنسانية لها حلا، ولا سينقرض هذا التواصل الإنساني والمفارقة. أننا في زمن التواصل نعيش ولا تواصل. صحيح. أستاذ، أنت مهووس بأدق التفاصيل، يعني على هذه التفاصيل كتخليك أنك تعد مائدة الإفطار مع الزوجة ديالك. لا أدعي هذه الأشياء الجميلة، يعني كنت أتمنى أن لو كانت لي الرغبة، ولكن للأسف لملاحظات ودي طبعا اقتراحات، ولكن الإعداد موكول لزوجتي أعانها الله ومتعها بالصحة، وهي تقدم ذلك بطواعية كأغلب نساء المغرب اللواتي تربين على أن يشرفن على مائدة الطعام ويعتبرنها شيئا من شخصيتهن ومن إبداعهن. وأحياناً تدخل الرجل قد يفسد عليهن هذه اللذة رغم العمل داخل المنزل وخارج المنزل. نعم، خاصة أنا في شهر رمضان، يعني صراحة كيتعبوا بزاف. نعم، أحسن العوان، يعني كيتعبوا بزاف. وهذه التحية أقدمها لكل النساء المغربيات والمسلمات في هذا الشهر الفضيل. أستاذ، بعد الطرائف اللي وقعت لك وبقات عالقة في الذهن ديالك، ممكن أنك تحدثنا عليها؟ لا، مما كان وقعت لي مرتين في رمضان الكريم، دائما في اليوم الأول أنني أشرب الماء، يعني منذ سنوات وقعت لي مرتين في التسعينيات أقوم وأحس بالعطش
وبدون وقعت لي في تطوان وقعت لي مرة في زيو أني أقوم وأشرب الماء كأنني لم أفعل شيئا ثم أنتبه بعد فوات الأوان لأن قد شربت الماء في رمضان وهذه أشياء لأن تعود إلى شرب الماء كل صباح وأحس بالعطش ولكن بعد ذلك بعد هذه المرتين أصبحت أضبط نفسي أكثر وأتذكر أنني في رمضان ولا يجوز ذلك حتى نسيانا هذه من بين الطرائف اللي وقعت لي في رمضان جمرتنا كنسى وكنشرب الماء حتى كنتابه أنني صائم أننا في رمضان الكريم. الأعمال الإبداعية والنقدية أول ديوان لي آدم يسافر في جدائر اللنجة صدر عن المطبعة المركزية بوجدة سنة 1990 وقدمه الأستاذ الشاعر محمد علي الرباوي. ديواني الثاني اللي صدر سنة 1995 وهو من منشورات اتحاد كتاب المغرب الطريق لإيرام وهذا الديوان كان فاز بجائزة اتحاد كتاب المغرب للأدباء الشباب الدورة الثالثة سنة 1994 وقام اتحاد كتاب المغرب بطبع هذا العمل. عملي الثالث الشعري وقت بين المديح والرتاء صدر سنة 2012 وكتب مقدمته الناقد المغربي نجيب العوفي. وآخر عمل لي في مجال النقد صدر عن مقاربة للنشر بفاس التي يشرف عليها الدكتور الصديق جمال بطيب عن سلسلة القراءة المواطنة وصنعة الشعر في القصر العربي الحديثة. هذا العمل النقدي صدر سنة 2021 إن شاء الله ننتظر صدور ديواني الرابع دونتي الذي سيصدر في هذه السنة إن شاء الله بمدينة طنجة. لا شك أن علاقة الشعراء بموطنهم بشكل خاص ووطنهم بشكل عام هي علاقة مميزة عن الباقي. وزايو هي موطن الشاعر زوبي الخياط التي بنى بها حياة جديدة وبقي وفيا لها حتى بعد تحرره من قيد العمل. أستاذ زوبير، لن نسألك عن علاقتك بمدينة زايو، ولكن إلى متى سيدوم هذا الوفاء؟ اختيار أن أقيم في مدينة هادئة وتعطيني كثير من الوقت كثير من التأمل، وإن كانت مدينة بعيدة عن الأضواء وبعيدة عن القرار الثقافي المركزي، وعموما الشرق نعتبره هامش ثقافيا هذا قدر، ولكنه دائما هذه الهوامش تسمح لك أن تعطي أشياء جميلة وأنت بعيد عن الأضواء التي تسلط عليك وأحيانا تضغط عليك من أن تصدر دائما. زي مدينة هادئة اخترتها وهي قريبة من طبعا مسقط رأسي ومليئة بالأصدقاء والصداقات التي كونتها عبر سنوات الإقامة والعمل والإبداع، وما زلت استمر في هذه الصداقات استثمارا انسانيا، وما زلت اعقد صداقات جديده الحمد لله. وكثير من الناس يحبذون الاقامه في مدن هادئه وصغيره احيانا على ان ينتقلوا الى صخب المدن الكبيره، ربما انا اجدني من هذه الطينه وان كنت اسافر وانتقل الى مدن اخرى أقضي فيها أيام، لكن دائما أعود إلى هذه المدينة الهادئة حيث الأسرة وحيث
الروابط والوشائج التي كونتها وما زلت في تكوينها. صحيح أستاذ. حياة الشاعر الخاصة في حياتك الشاعرية الخاصة، نريد أن تحدثنا عن الشاعر الزوبي الخياط بعد التقاعد النسبي. دائما الإبداع كانت له مساحة في حياتي، وهذه المساحة كنت أنتزعها من انشغالاتي. بدأت الإبداع وأنا تلميذ في الثانوي، ودائما كنت أنتزع وقت الإبداع من دراستي، وأنا أستاذ كذلك كنت أقتطع هالأوقات الإبداعية وأفرضها على وقتي التربوي والتربوي المهني. الآن وقد تحررت من المهنة طبعا لأشياء أخرى متعلقة بالترفيه، متعلقة بالأصدقاء، بالجلسات، ولكن دائما الإبداع يحضر. هناك مساحة للقراءة، مساحة للتأمل، مساحة للكتابة، دائما أقتطعها وأصر على اقتطاعها، لأنني أرى أن الإبداع شيء وجودي بالنسبة لي، ورهنت عليه منذ سنوات طويلة. ويعجبني أن أكون مبدعا، الحمد لله أن الله سخر لي هذه الموهبة، ودائما أربط حياتي بها ولا أريد أن يشغلني شاغل عنها. التقاعد فعلا أتاح أمامي فرص السفر واللقاء بمبدعين وحضور لقاءات، يعني أكثر مما كان الوقت عليه أو الحال عليه وقت الارتباط بالمهنة. أستاذ، بعدما تعرفنا على الزوبي الخياط شاعر مع الدواوين ثلاثة، أولها فاز بجائزة اتحاد كتاب الثانية، أول كان عملا خاصا، والثاني هو الذي فاز بجائزة اتحاد كتاب المغرب. وآخرها نشر سنة 2012 تفاجأنا بتحول الشاعر إلى ناقد كما يقال، فصار الزبير ناقد إلى جانب كونه شاعر. كيف يحدثنا الشاعر الناقد الزبير عن هذا التطور في مساره الحافل بالعطاء؟ نعم، يعني كل شاعر في الحقيقة ناقد لشعره، ودائما أنا أكتب الشعر أمارس رقابة نقدية على ما أكتب، وطبعا لي ملاحظات وآراء حول ما يصدر في المشهد الشعري المغربي والعربي. دائما كانت لي آراء متفرقة، وارتأيت أن ألم شعث المتفرق في كتاب نقدي، ولكن الحكاية لم تبدأ هكذا مرة واحدة. منذ بداية الألفية الثالثة أصدرت عدة مقالات نقدية متفرقة، هي منشورة في صحف عربية ومغربية حول الشعر، وكتبت مقدمات لضواوين بعض الشعراء، وكانت لي فيها انطباعات نقدية، ولكن دائما كنت أريد أن أكتب كتابا نقديا خاصا بلغة أخرى مختلفة عن السائد، متحررة من قيد الانضباط الأكاديمي، كتاب فيه رأيي حول الشعر. هذا الآراء شغلتني ربما منذ 4 سنوات، وكنت مترددا في الكتابة، ولكن من حسنات كوفيد 2020 الجائحة كما أشرت في مقدمة الكتاب أعطتني مساحة زمنية كي أكتب، وانشغلت بتأليف هذا الكتاب في زمان كوفيد في 2020، وأنهيته يعني في ذاك الصيف. ثم بعد ذلك في صيف 2021 كان الاتصال مع صديق دكتور جمال المطيب المشرف على دار مقاربة للنشر، ورحب بالكتاب وأصدره ضمن سلسلة القراءة المواطنة بثمن رمزي هو 15 درهم كي يكون يعني متوفرا أمام القراء. هذه حكايتي مع النقد. وبعد ذلك لازلت مستمرا في كتابات مقالات نقدية، يعني حول كتابات إبداعية أرى تستحق الكتابة، وهي منشورة في مجلات كما قلت عربية ووطنية، وربما في بداية السنة المقبلة سيصدر لي عمل نقدي آخر
يعني ثاني عام النقد هذا كله وهي حول ولكن حول الشعر في الجهة الشرقية يعني آراء انطباعات حول أعمال الجيل الثاني من شعراء الجهة الشرقية وسأعرف بهؤلاء الشعراء الجيدين والجميلين والذين أتتوا المشهد الشعري المغربي والعربي ولزام علي أن أعرف بهم. نتمنى لك التوفيق إن شاء الله. أستاذ ننتقل إلى جمعية أصدقاء الشعر الصرح الذي بناه الزبير بمدينة زايو أين غابت أنشطتها الرمضانية التي عودتنا عليها منذ سنوات. جمعية أصدقاء الشعر التي ساهم فيها مجموعة من شعراء زايو كنا ننشط دائما في نقدم أنشطة شعرية ولكن سنة 2014 قررنا أن ننشئ هذه الجمعية يعني استدعى الشعراء مثل زيو إضافة إلي كان الشاعر مرة المعلاوي والشاعر محمد النبات والشاعر أحمد الحمار والشاعر خالد البدوي والشاعر أمير زهري يعني هذه النواة اللي استدعى جمعية أصدقاء الشعر ثم سنضاف لهم أسماء أخرى فيما بعد وكان الهدف هو تكوين جمعية باسم هذه المدينة تنشط في إطار قانوني أن كنا ننشط إما بدعوة من مندوبية الثقافة أو دعوة من التحالف المغربي وجدة أو الناظور أو في هذه الإطارات كنا قررنا نشتغل إطارا ثم استمرنا في تقديم أنشطة قارة أمسية الشعر النساء المغربي قصدر معاصرة في الشرق المغربي ضد الدورات التقليد ثم أمسية الشعر والمديح التي كنا نقدمها كل رمضان. وكانت آخر يعني أمسية كانت 2019 رمضان 2019 ولكن بسبب الجائحة في رمضان 2020 توقفت الأنشطة الثقافية وتوقف الدعم وهذه السنة لم نحصل على دعم من جهة المانحة أسباب يعني مرتبطة بصعوبات مادية عند الداعمين وذلك لم نقدم أنشطة تعرفون أن النشاط الثقافي ليس تطوعا إنما تكلفة مادية ولكي تقدم شيئا محترما مستعية شعراء وأن تقدم وجها ثقافيا مشرقا لابد أن تنفق صحيح والجمعية من هذه الناحية ليس لها رصيد يكفي لكي تقدم نشاطا ثقافيا يعني ذا قيمة وننتظر أن يتغير الحال وأن تستمر الجمعية في تقديم أنشطتها وإن كان الشعراء يتوقفون فهم دائما ينتجون ويبدعون ولكن هذا الإبداع نحن نريد أن نقدمه للمدينة وكما قلت لكم في رمضان كانت ليلة الشعر كانت تستقطب حضورا مشهودا وكانت تعطي وجها جميلا للمدينة وسمعة طيبة في المجال الثقافي والشعري كان يتناقلها الشعراء الذين يعودون إلى مدنهم وكان زيو في التنظيم في الاستقبال وتقدم أشياء جميلة وحتى المستوى الشعري والشعراء كانوا يريدون أن يقرأوا في منابر زيو وكانوا يحترمون جمهور المدينة كانوا يقولون أن هذا الجمهور يتذوق الشعر وأن جمهور المدينة شغوف بالشعر وبالتالي يجب أن لا نظلم المدن ولا نظلم الناس ونقول أن الناس يهتمون بالتفاهات ويهتمون بكذا وكذا قدم للناس شيئا جميلا وصرى أن هؤلاء الناس سيتغيرون وستراهم بمنظور آخر وهذا ما تحاول جمعية أصدقاء الشعر أن تقدمه لمدينة زيو مدينة احترمها واحترامها يوجب علينا تقديم أشياء جميلة إذن المشكلة لا يتعلق بالجمعية كما قلت يتعلق بمصادر التمويل نتمنى أن تتغير الأمور إلى ما هو أحسن أستاذ زبير البرنامج في موسم الثالث جلسة رمضانية خصص واحد الفقرة ديال الرسالة لمن بغى يوجه الزبير الخياط رسالته رسالتي لسكان المدينة بمناسبة شهر رمضان الكريم كنلاحظوا أن رمضان شهر روحاني وشهر فيه العبادة والتقرب من الله وهذا جانب العبادات يجب أن يقترن
بجانب المعاملات، وأن ينتبه الناس إلى أن عارض الدنيا زائل، وأن يكف البعض عن احتكار والمضاربات والزيادة في الأسعار والضغط على الفقراء. أتمنى أن تزول هذه المظاهر. كذلك أتمنى أن ينتبه المسؤولون عن المدينة لضرورة تنميتها تنمية حقيقية، مجال البنية التحتية في كل المجالات الرياضية والثقافية، واهتمام بالشباب وخلق فرص تشغيل كي لا تموت المدينة. مدينة زيو مدينة حماها الله موقعا جيدا ومنافسا، وعطاها طبيعة، عطاها الجبل والعين، وعطاها عين ملاعلي، وعطاها سهل الصبرة. والمدينة تستحق أن تكون تنميتها أكثر مما هي عليه الآن. وفقنا الله لخير هذه المدينة جميعا، وشكرا لموقع زيو سيتي الذي أتاح لي أن أقول هذه الكلمة. شكرا أستاذ زبير الخياط على حسن الاستضافة. إلى هنا مشاهدينا الأعزاء نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج جلسة رمضانية. موعدنا يتجدد في حلقة أخرى ومع ضيف آخر. إلى اللقاء.